السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديفندر سبيشال ترينينج، هذا تدريب تخصصي للمدافعين وياهم حراس مرمى اثنين، وتأخذ فترة معينة من الفعالية التدريبية 12 دقيقة تكفي، هو فقط ركض لمهاجمة كرة ولعبها من ساحة المدافع إلى الساحة الأخرى، فتنقل الكرة بين المدرب واللاعب والمدرب المقابل. نبدي بكرة واحدة طبعا، والساحة العمل بين منطقتي الجزاء، فالحارس المرمى بإيده دائما يلعب أو برجله، مرة بإيده مرة برجله يلعب الكرة بناء إلى رقم خمسة، رقم خمسة يهاجم الكرة بأسرع ما يمكن، يلعبها طويلة وعالية شون يريد لحارس المرمى، بحيث تصل حارس المرمى، حارس المرمى يلقف الكرة بإيده ويلعبها إلى يبني مع اللاعب الظهير رقم اثنين، بينما خمسة يرجع سريع المكانة. إذن ذهاب وإياب، هذا يسموه شاتر رانينج. إحنا نريد ندرب اليوم شاتر رانينج كروي مع المدافعين، هذا مهم الكلام. زين، اثنين نفس الشيء، سريع للكرة لعبها عالية طويلة لحارس المرمى ورجع مكانه أسرع ما يمكن. حارس المرمى استلم الكرة بالهواء لعبها إلى رقم أربعة، رقم أربعة هاجم الكرة، كل بناء يبني حارس المرمى، ولعب كرة طويلة لحارس المرمى المقابل زين ورجع مكانه أسرع ما يمكن، ذهاب وإياب للكرة. ثم حارس المرمى الثاني لعب إلى الظهير اليسار، هاجم الكرة الظهير اليسار ولعبها طويلة إلى ما يعرف حارس المرمى المقابل ورجع المكانة سريع، يكرر. الآن الكرة رجعت المكانة واللاعبين كلهم مكانة، يكرر زين أربع مرات، اعطي راحة جيدة وكرر أربع مرات. المدافع الظهير اليمين ويسار يروحون ذاك منطقة الجزاء، وخمسة وأربعة يجون منطقة الجزاء. هذا هو واحدة من تدريبات تخصصية مميزة بالنسبة للمدافعين. الأحسن في تدريبات خاصة للمدافعين، حاول كل ما أمكن أن تستعين بالحارس لتمثيل الحركات التي تؤدى في اللعب الحقيقي. الآن كل الحركات تؤدى باللعب الحقيقي، ليش؟ لماذا؟ لأنها دائما تبدأ من الحارس، أما مع الظهيرين أو مع الدفاعين مركزيا. أنا أهدي هذا لأخ عزيز من المملكة العربية السعودية، طلب مني، يعني هو صديق الحقيقة، طلب من عندي أن أضع أهم عشر تمارين بالنسبة إلي آني للمدافعين بالفريق. هذا واحد، وعطيت قبل واحد صار اثنين، لكن هذا مهم وبأشكال مختلفة يمكن أنت أن تغير به. فهل بالإمكان تجلس في البيت وتغير به، أو في مكتبك في النادي وتغير به وتطوره، وبالأسبوع يومين تأتي بالمدافعين هم واحتياطهم وتعطيهم تدريب تخصصي حتى قبل أن يأتي الفريق الكامل للتدريب، تسبق الفريق بعشر دقائق 20 دقيقة وتأخذ المدافع وتشتغل عليهم تدريب تخصصي؟ اعمل عليه كثير التدريب التخصصي. هاي وصيتي لكم.